المشروع هذا يعني تم اجتماع بالأمس من أجل دراسة إمكانية إنجاز مركب لإنتاج حليب أطفال الرضاع، وهذا تبعا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أصدرها خلال مجلس الوزراء، واللي هو إنشاء المصرف في أقرب وقت، وهذا لأجل ضمان التغذية يعني الأمن الغذائي للطفل، الطفل الرضيع اللي هو فئة من المجتمع، فئة حساسة جدا، وخاصة أن حليب أطفال الرضع منه فئة من هذا الحليب، يعني فئة يعني تقدر أن تكون مثل الدواء، ولهذا يكون يعني يكون الحرص عليها وعلى إنتاجها بصفة يعني دقيقة. نبدأ أولا على السوق العالمي، أن هذا الحليب مسحوق حليب الأطفال الإنتاج العالمي بلغ 1.9 مليون طن سنويا، وهذا يعني بالنسبة للبودرة هذه يعني كمية كبيرة جدا. ونشير إلى أن الجزائر حاليا تستورد 100% من هذا المسحوق، يعني نحن حاليا ما عندناش إنتاج وطني مسحوق حليب، يعني نحن مضطرين أن نلجأ إلى الخارج، ولهذا من أجل ضمان يعني التغذية للطفل الجزائري والرضيع الجزائري علينا إنشاء هذا المركب. تم لقاء الأمس بإشراك جميع الإدارات والقطاعات الوزارية المعنية والهيئات العمومية، منها المتعاملين العموميين، وفي نفس الوقت تم لقاء من قبل مع المتعاملين الاقتصاديين الموجودين في الجزائر، المتعاملين اللي هما المستوردين، لأنه يعني لحد الآن ما كانش منتجين، وهذا المستوردين في كل العلامات العالمية اللي هي تقوم بهذه عملية الاستيراد تمت الدراسة معهم والنقاشات في هذا من أجل جدوى إنشاء هذا المركب، وكان الرد يعني الرد والإجابة والرد والسؤال من طرفين، وتمت الدراسة أولية من طرف الخبير الخبراء اللي هم رافقونا في هذا المشروع، وتم تقديم نبذة على هذا المشروع المستقبلي إن شاء الله. أولا نشير إلى أن حاليا الرضاعة من طرف الأمهات لا يفوق النسبة لا تفوق 27%، وهذا يعني يعطينا مؤشر كبير على احتياجات السوق، وهذه الرضاعة تقوم خلال 6 أشهر الأولى والأغلبية خلال 6 أشهر الأولى، وهذا يعني راجع إلى أولا الأمهات حاليا يعني تعمل ورغم أنها تستفيد من أوقات الرضاعة وتبقى هذه النسبة يعني منخفضة. الاحتياج الحالي للمسحوق هذا الحليب يبلغ يعني احتياج الطفل للرضاعة يبلغ 300 مليون لتر سنويا، وهذا لتغطية احتياجات 1 مليون ولادة في السنة. في سنة 21 يعني الأرقام اللي عندنا الأرقام الواجدة حاليا تم استيراد ما قيمته 102 مليون دولار في سنة 2021، ما يقارب 13800 طن من مسحوق الحليب. ولهذا الدراسة الأولية لهذا المشروع يعني مع أخذ بعين الاعتبار كل يعني كل الخصوصيات لهذا القطاع، تمت الاتفاق مع الخبراء إلى إنشاء مصنع تكون قدرته قدرة إنتاج 60 طن يوميا ما يعادل 18000 سنويا، وعندما يكون عندنا فرصة إن شاء الله للتصدير يكون فيه يعني إمكانية توسيع هذا الإنتاج. ومن أجل إنتاج هذا الحليب، هو إنتاج حليب يعني يحتاج إلى بقر الحليب، حليب البقر اللي هو بجودة عالية، ولهذا يعني كما نعلم أنه العجز الحالي بلغ 2.5 مليار لتر من حليب البقر اللي هو يعني موجه لكل فئات الحليب منها حليب الرضع، ومن أجل إنتاج هذه الكمية الهائلة التي تستعمل في عدة منتجات للحليب لازم تكون عندنا أول المجموعات فلاحية يعني تستطيع أن تنتج حليب البقر بجودة عالية، وثانيا العلف لازم يكون علف يعني بجودة عالية، لأنه العلف هو الذي يعطينا يعني يسمح للبقرة أن تعطينا حليب بنوعية يعني مستلزمة في هذا الميز. وحاليا يعني الخبراء يلحون على أن يكون الإنتاج 20000 طن سنويا، 20000 طن سنويا من هذا الحليب ما يعادل 300 مليون لتر سنويا، وبهذه الكمية نستطيع إن شاء الله تلبية حاجات الأطفال الجزائريين الرضاع من حليب الرضاعة. عدة لقاءات مبرمجة بعد العطلة
يعني غدا ان شاء الله يكون عندنا اجتماع خاص مع المتعامدين الخارجيين بدون ذكر الاسماء، يكون حاضرين ان شاء الله، ونبدا ان شاء الله في برمجه كيفاش يكون التعامل فيه خواص، ان شاء الله تكون شراكه بين الخواص وبين الماركات العالميه في هذا المجال.